صباح الخير وصباح السعادة وصباح الابتسامة والبركة ورزق يا رب والعافية وراحة البال على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. لقاء يومي بيتجدد معاك وحلقة صباح النور النهاردة الأربع 7 أبريل 2021. إسحاق صباح الفل. صباح الفل. وهبلغ عنك إسحاق الصراحة هو اللي مأخرنا النهاردة. أنا اللي مأخركم؟ أه. طيب ماشي أوكي. صباح الفل وأهلا بيكم حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. يا رب يوم كله خير وبركة وصحة وسعادة. طبعا هبة بتقول أي حاجة، أنا ما أخرتش حاجة، كان عندنا بس كده يعني شوية تفاصيل كده، لكن إحنا على طول معاكم 9 الصبح كل يوم. إحنا أصلا بنبقى قاعدين من قبلها يعني بشوية هنا مستنيين بس الهوا يجي عشان نتقابل مع بتقول حضرتك. اي حاجه. طب احنا إيه؟ شويه وهنقرا التعليقات ونشوف الناس اي حاجه تصدقني ولا تصدقك، مش طيب مشكله ماشي يعني. نشوف اوكي. احنا عايزين نبتدي معاكم الحقيقه. الناس اللي الفتره اللي فاتت او خلال الكام يوم اللي فاتوا عمالين يتكلموا على اجدادنا، ودي كانت حاجه يمكن اللي بيقعد يتكلم يقول الاحتفاليه التي قامت بها مصر اثرت بشكل كبير جدا على بشكل ايجابي على السياحه ومتابعه العالم لينا وكذا وكذا وكذا. انا بشوف ان الاهم من ده كله ان هي اثرت فينا اصلا احنا كمصريين. ده يعني ناس كانت نسيت ان احنا اجدادنا المصريين القدماء الناس العظام دول، وكانوا بيخترعوا اجداد ويخترعوا تواريخ مغلوطه، لكن احنا كمصريين هم دول اهلنا وهم دول ابويا وامي وجدي وجدتك. فتعال نشوف الناس العظام دول اجدادنا كانوا بيقولوا ايه قبل ظهور الاديان وقبل ما يبقى فيه شرائع وقبل ما يبقى فيه يعني دستور يحكم البلاد. تعال نشوف كانوا بيكتبوا على معابدهم ايه. والحقيقه يعني جزء كده شفناه انا وهبه وحابين نقراه لحضراتكم ونبتدي بيه حلقتنا النهارده ونعرف احنا فين من الكلام الحلو ده النهارده. كتب المصري القديم على الجدران، كتب ايه بقى؟ لم اكذب، لم أسرق، لم أملأ قلبي كرها، لم أسئ معاملة الناس، لم أسبب ألما لأحد، لم أكن سببا في دموع إنسان، لم أكن سببا في شقاء حيوان، لم أعذب نباتا بأن نسيت أن أسقيه ماء، أطعمت الجائع، رويت العطشان، كسوت العريان، لم ألوث ماء النيل، ملأت قلبي بالحق والعدل. الله. تخيلوا أن دي الأخلاق بتاعت القدماء المصريين أجدادنا، دي التعاليم اللي بيتنقلوها وبيعلموها لأولادهم، ما كانش لسه فيه شرائع وأديان. حقيقي الواحد بيبقى كله سعادة كده وكله فخر وهو بيتكلم عنهم. فأثناء الاحتفالية ومن أكتر الحاجات اللي لفتت أنظار العالم كله رغم أنهم ما كانوش فاهمين الكلام اللي بيتقال هي أنشودة المهابة لإزيس. إزيس الشخصية العظيمة رغم أنها أسطورية بتمثل إيه القدماء المصريين اللي كانوا بيشوفوا أن مجرد بس دموعها على زوجها دي كانت بتملى نهر النيل، أنها مثال للتضحية عشان ابنها يستعيد العرش، يعني كانت بتمثل شيء كبير جدا جدا. الأنشودة دي تحولت من مجرد كلمات منقوشة على جدران المعابد لأنشودة بيتغنى بيها العالم كله. هو مش فاهم بيقول إيه، ما يقدرش يكررها ويقولها، بيحتاج بس حتى لو مش شايف الترجمة بس عايز يسمعها مرة واثنين وثلاثة. حسنها وحسناها كلنا وكلنا سمعناها. أنا بشوف ناس سمعتها أكتر من 20 مرة. أنا من الناس اللي سمعتها كتير جدا 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 مع إني مش فاهم منها حاجة، بس حاسس إن هي بتلمس وجداني. تعال نشوف جزء منها ونرجع تاني. افتكروا بقى كل الجمال اللي احنا سمعناه ده اتعمل بالسهل كده ومتجهيزاته ما خدتش وقت، ولا الفكرة جت ازاي وخدوا النص ازاي وازاي اتلحن واللحن ده يعني اتركب برضو عليه ازاي؟ الموضوع ليه كواليس وليه كواليس كتير، ناس تعبت وسهرت وشهور طويلة هم بيشتغلوا. تعالوا مع بعض النهاردة نعرف اكتر عن كواليس العمل الجميل اللي كلنا والعالم كله كمان استمتع بيه. استاذ ريمون ملاك مدير الكورال والباحث عن نص نشيد ازيس، صباح الخير على حضرتك. صباح
منورنا، اهلا بيك. صباح الفل، منورنا. مبروك العرض الابهر العالم، ربنا يخليك. مبروك للمصريين كلهم حقيقي، الف مبروك ليكم وللمصريين. اكيد حضرتك. محتاجين نعرف الكواليس، يعني مين اللي دعا حضرتك وايه حكايه اختيار النص والموضوع جه ازاي؟ الفكره بقى، هو الحقيقه انا بتعاون مع مايسترو نادر عباسي من تقريبا من سنه 2016. ففوجئت بتليفون منه في نص شهر سبتمبر تقريبا، قال لي بص انا في بروجكت كبير وموضوع سبتمبر السنه اللي فاتت 2020، تمام، هيبقى في بروجكت كبير والعالم كله هيتكلم عليه، وعايز اسمعك الاول المزيكا عشان تعرف حجم العمل شكله عامل ايه. قفل معايا التليفون وراح بعت لي الموسيقى. انا سمعت الموسيقى، كلمته بعد كده قلت له ايه يا مايسترو، ده حاجه ريكويم زي فيردي وموتسارت اللي هو القداس الجنائزي، مش معقول، ده مستحيل حد مصري اللي عمله. قال لي ايه رايك بقى، تصور ده هشام نزيه. قلت له معقوله؟ طبعا انا سامع جدا عن الملحن الكبير هشام نزيه، كلنا نسمع عنه، بس انا سمعت العمل فعلا اتفاجئت بيه كما لو كنت اكيد ده مش مصري. العمل في غايه الروعه وهو حد شاطر جدا جدا جدا. قال لي طيب انا عاوز بقى 90 كورال من اشطر الناس الموجودين في الاوبرا، احنا ثلاث فرق، ده كورال مجمع من ثلاث فرق، كورال اوبرا القاهره وكورال اكابيلا وكورال القاهره الاحتفالي. جمعنا اشطر اصوات من الكورالات، مش معنى كده ان اللي باقيين مش اشطر، انما احنا مرتبطين بعدد العناصر المتميزه قوي عشان نقدر المتميزة نعمل منها كورال، عشان احنا نقدر نعمل الكوير اللي زي ما حضرتكم سمعتوا ده. وبدانا بروفات تقريبا في 22 نوفمبر 2020. لكن قبل البروفات، يعني المايسترو سمى حضرتك اللحن، بناء عليه انت ابتديت تفكر في الكلمات بتاعه الانشوده اللي هتجيبها؟ اه نسيت اقول لحضرتك، هو قال لي دي مهمه جدا الكلمات. تمام، هو بعد ما سمعني اللحن قال لي ايه رايك بقى، احنا عاوزين كلام فرعوني نحطه على اللحن ده. يعني كان القرار من الاول ان احنا مش هنغني باللغه العربيه، لا 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 لا، هنغني فرعون، لا لا، فكره مايسترو نادر او اللغه المصريه القديمه. بعد طبعا ما عرض علينا فكره البروجكت كله، وان هو هيتم نقل 22 موميا من المتحف المصري للمتحف الحضاره، فكانت فكرته ايه رايك ما نشوف كلام فرعوني نقدر نحطه على المزيكا دي. فبصراحه قلت له اوكي يا مايسترو، انا كنت عامل دبلومه موسيقى فرعونيه من حوالي 12 سنه، وبعديها كملت بحث عن كام نص شعري فرعوني، فقلت له طب ايه رايك انا هوري لحضرتك كام نص. عرضت عليه كذا نص، عجبه واحد منهم، بعته لهشام نزيه، عجبه جدا، قال لي اوكي خلاص هنبدا. هو النص ده بتاع مهاري، معلش، عجبه الترجمه بتاعته ولا يعني حضرتك بتستطيع ان انت تقراه باللغه المصريه؟ انا بعت له، لا ما هو المواقع سوري كتب البحث اللي انا كنت جبت منها الشعر ده، في بعض المراجع الاجنبيه بيكتبوه طبعا بالحروف الاجنبيه عشان يقدر بص، هو الحروف بنتفق عليها، بس هو مشكله في التشكيل دي، الاثريين بقى وعلماء اللغه. دي النوتة الموسيقية للغنى ولا على الشاشة اهي؟ ايوه، ده التقطيع بقى الجميل اللي عمله حاجات بقى حصر احمد عندنا الموجي. التقطيع اللي كان صعب جدا ان هو يعمل كده، يقطع الكلام على الموسيقى بالشكل ده. حلو قوي، تحدي يعني. طبعا طبعا. حضرتك ممكن تكمل لنا بقى الاختيار النصري يعني. اتفضل. فطبعا عرضت عليه النص بالترجمه، انما طبعا ما كانش الترجمه دقيقه جدا، فاستعنا بالاستاذ الكبير ميسر عبد الله حسين، الراجل تفضل مشكورا، كان كمان مكلف من دكتور خالد العناني وزير السياحه ان هو يجيب لنا كمان المخطوطه الاصليه، صوره من المخطوطه الاصليه اللي في معبد دير شرويد بالاقصر، عشان يقدر يطلع لنا الترجمه الصحيحه. طبعا الكتب حضرتك عارف ان المواضيع البحثيه الكتب قد تتفق في ترجمه او تختلف في بعض الترجمه، هو بصراحه هذا الرجل العظيم قدر انه يجيب لنا الترجمه الصحيحه للنص، وكمان ساعدنا كتير جدا في النطق، لان زي ما بقول لحضرتك الحروف نتفق عليها، انما التشكيل هو زي كلمه نتس ولا نتس، جو ولا جو ولا جو ولا جو، اسيت ولا اسيت ولا اسيت. واللي بيحدد النطق ده ان هو صح ولا لا؟ الاثريين بيعرفوا يقروا كويس جدا. الاثريين يعني اقدر ناس ان هم يعرفوا ينطقوا الكلام ده كويس جدا. تمام، احنا معانا على الهاتف الاستاذ احمد الموجي، هو مدون اوركسترا الحفل. اهلا بك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك استاذ اسحاق.
اولا مبروك وفخورين جدا باللي قدمتوه وعملتوه. لو حضرتك تقول لنا بقى برضو كواليس هذا العمل الجميل واللي تم يعني واللي حضرتك شاركت فيه بشكل مميز يعني. الف شكر على التقديمه الجميله دي. اشكرك. ويعني بشكرك على التقدير طبعا. اشكرك. الكواليس تمت ازاي؟ والله بص حضرتك، يعني هو في يوم كده لقيت مايسترو نادر عباسي بعت لي تراك وبيسمعني، ففاكر ان هو بعت لي حاجه عاديه كده باخد رايي فيها، يعني اللي هو يعني بنبعت لبعض حاجات احيانا وبنسمعها. ف قلت له ايه ده؟ مين اللي عامل كده؟ ومعمول عشان ايه؟ فقال لي ده هشام نزيه، وهتتعمل ان شاء الله لافتتاح متحف الحضر. قلت حلوه جدا وشكلها جميل جدا، يعني شكلها الموسيقي حاجه مميزه. وطيب هنعمل فيها ايه؟ قال لي هتكتبها اوركسترا وبتاع. قلت له تمام مش مشكله، يعني انت عملت معها لانها يعني عمل موسيقي عادي وخلاص. ما كنتش عارف الحجم ولا الضجه يعني اللي هتكون حوالين العمل ده. وكان مفيد جدا جدا فعلا في المشروع ده، لان هو اللي اكتشف وهو اللي ادالنا النص اللي تم اداؤه في الحفل. وفعلا اجتمعنا وبدانا نعمل بروفات. الكلام ده كان شهر اكتوبر اللي فات 2020، وبعدين المشروع وقف شويه، وبعدين كذا مره حصل تاجيل، بعدين رجعنا تاني من 10 ايام. حصلت بروفات مكثفة والحمد لله يعني حققنا نتيجة كويسة جدا. هو تكامل العمل يا أستاذ أحمد، يعني لكل واحد ليه دور، وأنا أعتقد حتى الانطباع أو رد الفعل اللي وصفه أستاذ ريمون واللي وصفته حضرتك بمجرد سماعكم اللحن، فيعني حالة الانبهار اللي حصلت، إيه الجمال بتاع اللحن ده، ونركب عليه كمان كلمات فرعونية، يعني أعتقد الخلطة يعني أقول خلطة سرية اللي حصلت دي هي سر الجمال. يعني أنا ببارك لحضرتك مرة تانية، وبنبارك برضو مرة تانية للمصريين، لأنه نجاح للمصريين كلهم. شكرا لحضرتك أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك جدا، نورتنا. ونرجع أستاذ ريمون، يعني بالتأكيد عمل كلنا فخورين بيه جدا جدا جدا. شفت إزاي انطباع الناس إن هي حبت العمل حتى بدون أن تفهم الترجمة؟ يعني أعتقد الترجمة ما كانتش موجودة أثناء الحفل، لكن بشايف أنت أو بتترجم إزاي مشاعر الناس اللي قدرت تفهم الجمهور الحاجة العمل بدون حتى ما يبقى فيه ترجمة. هو يمكن الجمهور لما شاف الوضع بالشكل ده والأصداء العالمية اللي كانت بتتكلم عن الحدث حتى قبل ما يحصل، كان كله مترقب انه يعرف الناس دي هتقول ايه، هتغني ايه، وبدا يعني اظن ان احنا بمجرد ما خلصنا الحفل بدات الناس كلها بتنهال بالاسئله، الكلام اللي كان بيتقال ايه، طب ترجمته ايه يا جماعه، طب اللي يعرف ترجمه ينزلها، طب اللي يعرف اي حاجه عن العمل يقول، طب الناس دي جابت الكلام ده منين، وهكذا. الحقيقه كانت فرحه عالمه واصداء عالميه وصلت لنا من دول كتير جدا. الفيدباك اللي وصل من الحفل، انا عايز اقول بس لحضراتكم حاجه، ان المايسترو نادر عباسي عشان يقدر برضو يطلع العمل بالقدر ده، هو تقريبا الراجل ده ما كانش بينام. هو كمان خاض الادوار الموسيقيه كلها، يعني هو غنى في الكورال، غنى اوبرا، عزف فاجوت في الاوركسترا، قام بتاليف موسيقي، قام بقياده اوركسترا، درس في جنيف. ده على مدار مشواره او مدار تاريخه مشواره عشان يبقى المايسترو نادر عباسي. فتصوروا ان شخص قاد كل الادوار دي لما يمسك عمل يعني بيدي ملاحظات للكورال وبيقول لهم انا كنت واحد زيكم، فخلوا بالكم وانتم بتغنوا دي اعملوها كذا، قولوها كذا، الصوت ده لما يجي يغني يغني بالطريقه دي. اختيار اميره كان راجع للمايسترو ولا لمين؟ للمايسترو. هو اللي لان برضه صوت العالمية المتميز جدا جدا طبعاً، واللي طبعاً اخرج بقى المجهود كل الناس اللي احنا بنتكلم عنهم طبعاً ده في الاخر للجمهور طبعاً او للعالم بالشكل ده. الحقيقه برضه اختيار موفق وكان ناجح. اميره سليم سوبرانو عالميه يعني
على صحيح. صوت كان اختيار موفق جدا جدا, جداً. لكن لو حضرتك تدينا بس لمحه حتى على الفكره, وحضرتك متخصص او يعني عندك دراسه في مجال الالحان المصريه القديمه, يعني فكره اختيار النص, ايه اللي جذب حضرتك للنص ده عشان تقول النص ده يصلح لهذا اليوم؟ الحقيقه هو الحدث يعتبر في جزء جنائزي شويه, لان احنا بننقل مومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضاره, فكان قدامي اكتر من نص. طبعا في اناشيد وغناء عاطفيه, طبعا ده الشابتر ده ما كنتش ببص له خالص, انما كنت ببحث في الشابتر اللي فيه جنائزي او الابتهالات للاله. ده اللي هو بيبقى كتاب الموتى ولا حاجه اللي هو لا هو مش كتاب الموتى, لا هو المراجع الشعريه بيبقى فيها طبعا بيضم من ضمن الاشعار كتاب الموتى ونصوص الاهرام وكده, انما النص ده مش من النص ده ماخوذ من نقش من على معبد دير شلويت بالاقصر الغربيه, وده اللي كان ليه الفضل كبير دكتور ميسرة انه جاب لنا المخطوطه الاصليه. كان في حاجات مشوهه طبعا, هو قدر انه يعالجها ويجيب لنا المخطوطه الاصليه عشان يقدر نوصل للترجمه الصحيحه. كل يعني شعارنا كده مشاعر, ما اعرفش صح ولا غلط, يعني فكره ان احنا حسينا ان اللحن اللي بيتقال او يعني اللحن الجنائزي اللي بيتقال مش غريب على ودانك حتى كأقباط, ان شبيه جدا بالالحان القبطيه, فهل في صله تواصل ولا لا؟ ده العبقري بقى هشام نزيه, هو اكيد درس طبعا, واكيد درس الفتره دي كان ممكن تبقى الموسيقى شكلها ايه, وممكن ازاي يحط موسيقى مناسبه لحدث زي كده عشان تبقى برضو يعني مناسبه للعصر اللي كان فيه الملوك دول بيتنقلوا فيه. ده العبقري بقى هشام نزيه, ده الملحن لما يبقى شاطر ولما يبقى عارف ازاي يوصل لكل معلومه تقدر تفيده في اللحن بتاعه. واحد ممكن يفضل سنين كتير قوي يدرس في حاجه ويعمل دراسات ويعمل ماجستير ويعمل دكتوراه, لكن ان في الاخر اللي انا تعبت فيه ودرسته وعرفته يتبلور كده ويظهر للناس وللعالم كله بالشكل الجميل والرائع اللي حصل في الاحتفاليه الكبيره دي, اعتقد انه بيخلي عندنا شغف الخطوه اللي جايه هتبقى ايه. فايه بقى اللي جاي اللي بتفكر فيه؟ هو احنا لحد دلوقتي مش عارفين, بس في خطوات كتيره الدوله ناويه تتخذها, يعني بخصوص احياء طبعا التراث المصري واحياء اللغه الفرعونيه, وخصوصا لما لقت اصداء عالميه يعني بتخاطب الوجدان, زي ما احنا في اغاني كتير بتوصل للعالميه ممكن ما نبقاش عارفين الترجمه الصحيحه ليها ايه, بس هي بتخاطب وجداننا. فالجميل اللي حصل من خلال الاداء والكورال والتلحين وتعب كل حد ان هي وصلت لوجدان الناس في العالم كله. صحيح. مستنيين منكم اكتر وتقدموا لنا اعمال اكتر, وانا بشوف ان ناس كتيره بقى عندها الشغف ان هي تقول لا عايزين تاني, احنا عايزين من ده. فدي عايز اقول بس لحضراتكم من احمد الموجي اللي كلمناه من شويه, ده رجل يمكن ما كانش كمختفي عن الأضواء, بس الحقيقة من الجنود اللي ليهم الفضل الكبير جدا. هو كاتب كل آلة من الآلات الأوركسترا, كاتب نوة الكورال, كاتب الأصوات كلها. إحنا ثلاث أصوات رجال وثلاث أصوات نساء بالتصنيف المتكامل للأصوات, قطع الكلام الفرعوني على الموسيقى, وده كان شيء صعوبة التقطيع غير الصعوبة طبعا. وهختم بس إني أقول لكم على المجهود اللي عمله الكورال. الناس دي فعلا احنا والاوركسترا طبعا تعبنا فترات طويله جدا, واضطروا يضحوا باعمال كتير جدا واحتفالات كتير جدا تزامنت مع التدريبات والبروفات بتاعتنا ايمانا بالعمل ده. وكله احنا واقفين على المسرح بنغني, وبرده لسه مش عارفين الفيدباك ايه بتاع الناس, احنا مش شايفين الشاشات. صحيح. انما انا عايز اقول لكم ان احنا بمجرد ما خرجنا الباك ستيج, الصيحات البهجه والتصفير والتسقيف من كل العاملين, الضباط اللي كانوا مسؤولين عن التأمين, الضباط النساء والضباط الرجال اللي كانوا مسؤولين عن تأمين الحفل, سقفوا لنا بشكل غير طبيعي لدرجة ان احنا كل واحد كان حاسس ان الكلام ده مش لينا. اللحظة دي شعرنا فعلا ان احنا الحمد لله قدرنا نشرف بلدنا وقدرنا نقدم حاجة تستحق التقدير, لانكم طول الوقت حاسين ان انتوا عندكم اكتر. والحقيقه
كلنا متأكدين أنكم عندكم أكتر ومستنيين منكم أكتر، وأقرب وقت ممكن إن شاء الله نشوف إبداعات ومزيد من الإبداعات والنجاحات اللي تمتع العالم كله مش بس المصريين. إن شاء الله. نورتنا وشرفتنا ومستنيين منكم كتير، والأسامي الحلوة اللي حضرتك قلتها مش عايزين حد يبقى مختفي عن الأضواء، لأن هي دي ده المشاهد المفروض تتصدر طول الوقت لينا، الفن الراقي والجميل. بشكرك جدا أستاذ ريمون ملاك مدير الكرة والباحث عن نص نشيد إزيز، ألف شكر ليك. ميرسي خالص. نورتنا. شكرا لحضرتك. لسه مكملين معاكم وعندنا فقرات كتير لسه في الحلقة، نخرج لفاصل ونرجع مرة تانية.